البلاد البلاد امسيس ماتيو متمردة القايد yeah. هذا حال الشعب هذا حال البلاد هذا حال البلاد هذا حال الشعب تونس والمغرب المغرب وتونس yeah. 2011 القايد باقي سعر حقد ضد هذا البلاد محط سرق القمع ولا فساد كاين تزاد المغرب معرفتش باش اجمل بلد في العالم وهو فيه تبز نيت فيه غير الشفاره المغرب فيه البوليس كاميرا غير حكاره بلادنا فيها وبيوت الدعارة ما بقيتوش مسانا مين يهود ولا نصارى ياك حنايا مسانا من ياك عادنا ملالا ودن ياك قوليلي منين جاع هذا القوم ذا الكفارة ياك مغاربة كاملين وماشي بحال بحال مظلمة في الدومين وظلمة في الدمان معقول اغلال الشعب يموت بالجوع العين نحفز مدموع صوتنا في هاد البلاد محال يكون مسموع هما عمرو لكروش والشعب ما فحلوش المشكلة ما شاف لا مالك المشكلة فيكم انا توما والشعب باقي كيخاف يهدر على الحكومة سكوت طلعي شدونا سكوت شراق معونا بفلوس الشعب مشاو دارو لاباس الناس تموت بالجوع وهما عايشين كلاس ياك ما قالالك راسك سكوت ما كاين باس مردة فيت القايد من كازا راشدية غادا حورين بفيغ ويموت لي يدو فينا فت بلاد الشفرة والفساد سبقلو قال اخاي الخايد ربحونا آل الفاسي وعباس فينا قايد واليوم في تماتي وخونا دمو عربي من تونس برشا كلامه ويقولوا واشنو ذنبك مغربي كنتي تونسي هم يجمع العباد خايس ماتي وشد المايك وقول في هاد البلاد البلاد سفغي تبدل السيستام لكن ما زلت الناس تعيش في الاوهام خوف ما فماش امان برشا جرام جميل تمشي في الشارع اليوم تمام عايشين في الادغال تاخذ ثارك بيدك كان لزم تضرب النار قدام الناس عادي كان تتشال هذا الحال مازال الدبلومي بطال مازال ولد الحومه كونسومي في الارطال مازلت تشوف ولد صغير تحت الحيط يخطر جورنال شنيا ذنبه لا ام لا بولا دار قداش من واحد في الشارع ما ديديه ما عندوش مصروف نهار شنيا ذنبه يحب يعيش ولاده مازالوا صغار نفس الحال لا من مونتاليتي بادي قاليتي زمان الفلوس ما عندكش لهنا الناس عليك تدوس تعيش باغاليزي اونديكابي مام في مام سوجي خسرنا برشا باش ربحنا الليبرتي الى متى باش نبقى صابر يزي ما تعبنا الى متى باش نبقى عايش ضايع في هالبلاد دي قوتي قلبنا صافي عمر محالف لنا الغير في عذابنا كان بنادم رات سبب غير فكسيرة في هاد البلاد عشيري ومبعد شنو يصير رحنا في بلاد الديم وماشي ديكا وانت الغيرة مغرب تونس كونكشن واش في هاد البلاد بالراب خلقنا تصورة وحكينا هم العباد واليوم راه عرفنا حكمنا اغبياء في دماغهم في سبسون اللي دايرين فيها اسخياء في هاد البلاد هاد كنتي مغربي تونسي ولا جزائري عربي وفيما كنتي رحنا واحد وهمنا واحد مطلبنا واحد واليوم قلنا في هاد البلاد مازالت تبدل الوضعية ونقول فيفا لهاد البلاد yeah.